بس احنا نكمل طبعا الموضوع ده لانه مهم، ويقال يعني ان حضرتك ما وافقتش بهذه السهوله على عرض بازل السويسري في انتقال محمد صلاح له. عايزين نرد على الجزئيه دي، لكن حضراتكم يمكن بنفكر حضراتكم ان رجال سله الاهلي بكره الخميس ان شاء الله الساعه 8:30 بيواجهوا الاتحاد السكندري في الصاله المغطاه بمدينه 6 اكتوبر ضمن منافسات الجوله الرابعه من جدول نهائيات دوري السوبر. بهذه المناسبة الكابتن محمود الخطيب النهاردة كان حريص جدا مساء اليوم انه يزور الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي. طبعا هو في معسكره المغلق في النادي في 6 اكتوبر بيستعد زي ما قلنا لحضراتكم لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة. بيحتاج هنا الاهلي للفوز يعني بالنتيجة، مجموع الفوز طبعا فيه مرتين لكل فريق. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا، فرقه النادي طبعا الفريق الاول لكره القدم كره السله بالنادي الاهلي. طبعا ده طبعاً الخبر جالنا دلوقتي الخبر ده. طبعا يا سهام خلي بالك دايما برضه يا باشمهندس تخش معانا في الحوار، دايما مرتبط اسم كابتن محمود الخطيب بكره